ورجعنا لكم تاني. انضم إلي في هذه الفقرة الأستاذ الجميل إسلام محمد الناقد الرياضي. أهلا وسهلا أستاذ إسلام. حبيبي أستاذ أحمد، أهلا بحضرتك. أخبارك إيه؟ تمام. أنت الأخبارك تمام؟ بخير. وأخبار الأهلي إيه؟ أنا مبسوط أولا إن أنا معاك، مبسوط إن أنا موجود في قناة الصحة والجمال بجد، يعني بعتبرها بيتي، فأنا مبسوط إن أنا معاكم النهاردة وإن شاء الله نقدم حاجة كويسة بإذن الله للمشاهدين. إن شاء الله. عايز كده أخبار النادي الأهلي وكواليس مباراة الأهلي والترجي التونسي اللي هتقام يوم السبت ان شاء الله الساعه 6 باذن الله. الساعه 6 مساء. ونتمنى ان شاء الله ان الاهلي باذن الله مبدئيا طبعا الاول نطمن جمهور النادي الاهلي على بعثه النادي الاهلي. الحمد لله البعثه وصلت بالسلامه الحمد لله بقياده الكابتن محمود الخطيب. تمام. عايز اقول لحضرتك كان استقبال حافل، استقبال الملوك بالنسبه للنادي الاهلي بجد. الاهلي في اي مكان بيروح بيتواجد فيه بالفعل يا كابتن احمد بتلاقي استقبال حافل جدا. عايز اقول لحضرتك النهارده كان الرئيس نادي الترجي التونسي استقبال خاص للنادي الاهلي بالورود. عايز اقول لك كمان ان السفير المصري في تونس برضه استقبل بعثة يعني النادي استقبال الاهلي. طيب. الحمد لله استقبال يليق بكميه وحجم النادي الاهلي في افريقيا. طبعا الاهلي بطل كبير، الاهلي على المستوى كمان العالمي، الاهلي مسمع في كل مكان. فخلينا نقول ان شاء الله ان الاهلي باذن الله قادر باذن الله ان هو يعدي باذن الله من طب رايك بقى هل الاهلي قادر على طبعا تخطي هذه العقبه؟ خلينا نتكلم بس الاول مبدئيا كده كابتن احمد فضل. هل الاهلي كبير؟ الاهلي طبعا كبير، الاهلي جماهيريه، الاهلي شعبيه مش في مصر بس، لا في الوطن العربي كله طبعاً. وفي اوروبا هو الزمالك طبعا 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 بس خلينا نقول ان الاهلي دلوقتي هو اللي سايق، هو اللي دايما دايما الحمد لله عشان على غرار يعني بطوله طبعا ماشي في افريقيا بشكل جيد جدا. طبعا يعني مش هنجيب محلي لافريقي، لا احنا خلينا طبعا مع الاهلي دلوقتي. الاهلي بيمثل مصر، الاهلي مش بيمثل نفسه زي ما ناس كتير طالعه بتقول في الاعلام الزملكاوي. انا ما اتمناش نغمه اني مش عايز اقول لحضرتك او احجر عراي حد ان في زملكاويه بيتمنوا دي وجهه نظر طبعا وتحترم، بس عايز اقول لحضرتك ان الجمله دي نفسها هي اللي بتعمل التعصب على السوشيال ميديا. تمام. الجمله نفسها يعني انا واحد من الناس لو الزمالك طبعا بيلعب برضو في افريقيا على النقيض الثاني برضو طبعا في بعض الافراد طبيعي برضه في من الاهلي يتمنى خساره طبعًا الزمالك. طبعا انا عايز اقول لحضرتك حاجه، لما يطلع النهارده مستر كارتيرون مدرب المدرب الحالي لنادي الزمالك ويطلع ويقول ان الاهلي فريق كبير زيه زي بايرن ميونخ زيه زي ريال مدريد، لا ده تصريح من مدرب عارف قيمه النادي الاهلي واشتغل في النادي الاهلي وكلام رغم ان هو بيدرب المنافس دلوقتي بس هو عارف قيمه النادي الاهلي. النادي الاهلي كبير طبعا، مش احنا اللي هنقول من دلوقتي. الاهلي على مر التاريخ وعلى مر العصور من الكابتن صالح سليم للكابتن حسن حمدي للناس كلها لا الاهلي يشرف اي مكان، الاهلي يشرف اي حد باذن الله. اتمنى ان شاء الله اول حاجه كابتن احمد اتفضل. اتمنى ان شاء الله الاهلي يرجع بنتيجه ايجابيه من تونس، وانا بقول لك من خلال حضرتك ومن خلال قناه الصحه والجمال الاهلي لن يهزم في تونس. تمام. غياب أفشة هيسبب بالسلب في اداء النادي الاهلي؟ خليني اقول لك ان اللاعب جاهز بس مش عايزين نجزم ان اللاعب هيشارك. تمام. يعني في محورين في الموضوع ده، هل اللاعب جاهز؟ اللاعب بالفعل جاهز وبقى تحت تصرف مستر موسيماني. هل هو هيبدا بيه؟ دي طبعا حاجه هترجع للمدير الفني. هيشوف طبعا حجم اللياقه البدنيه، حجم الفنيات بتاعته، هل اللاعب جاهز فنيا جوه الملعب. تمام. يعني هل أفشة بعد الاصابه، طبعا اصابه في الكاحل اصابه رخمه جدا، عايز اقول لحضرتك طبعا تتوقع مين هيكون بديل ليه في حاله غياب؟ انا اتمنى يعني اكتر من ان انا اتوقع، انا اتمنى ان ناصر ماهر يبدا ياخد الفرصه. تمام. اتمنى. الازمه بس اللي هتكون في النادي الاهلي هي ازمه ناحيه اليمين. وفي مفاضله زي ما بقول لحضرتك، هيكون في مفاضله ما بين اكرم توفيق ورامي ربيعه. تمام. ناحيه اليمين طبعا مكان الكابتن محمد هاني. وعايز اقول لحضرتك برضو من خلال حضرتك النهارده الكابتن محمد هاني عمل تويته جميله جدا. طبعا بيتمنى طبعا الفوز للنادي الاهلي لفريقه طبعا. أكيد. وبيقول ان انا كان نفسي اكون متواجد طبعا مع الفريق، وطبعا ده حلم اي لاعب ان هو يرجع منتصر او متعادل من تونس. طبعا عايز اقول لحضرتك الاهلي مش الاهلي اللي بيعمل حساب للفرق الكبيره يا كابتن احمد. الفرق الكبيره اللي هي اللي الاهلي بيروح لها هي اللي بتبقى عامله حساب للاهلي. الاهلي بطل القرن، الاهلي اكبر فريق في افريقيا في الوقت الحالي، بغض النظر طبعا الزمالك فريق كبير، الترجي فريق كبير، الوداد فريق كبير، مع كل احترامي لكل الفرق بس الاهلي دلوقتي هو اللي سايق في افريقيا. طب موسيماني ارى الترجي كويس بشكل كبير جدا. موسيماني عايز اقول لحضرتك كابتن احمد ان في الوقت اللي انا بكلم حضرتك فيه ده بدا يحط ايده
على الفريق بشكل قوي وقت. جدا هو الوقت اللي هو احتاجه فعلا الفتره اللي فاتت بس خلاص يعني مش عايزين نقول ان احنا لسه دلوقتي بنقيم مستر موسيماني وهنبقى محتاجين وقت عشان لسه هنقيمه وكده. لا مستر موسيماني مدرب جيد جدا. عايز اقول لحضرتك ان الراجل عارف كمان لعيبه الاهلي كويس جدا. الراجل بيتعامل كمان على الجزء النفسي كويس جدا يا كابتن احمد. شغال مع الفرقه بشكل جيد جدا هو طبعا والمساعدين اللي معاه طبعا اللي جايين معاه سواء مدرب الاحمال او كمان الراجل اللي هو اللي بيعمل طبعا عمليات التاهيل والكلام ده كله طبعا والجهاز الطبي طبعا برده عايز اقول لحضرتك برده شغال على اعلى مستوى. فمش عايزين نحمل حد معين اي 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 اصابات او اي جزء طبعا في الفريق. لا الفريق كتوتال لا الفريق جيد. الاهلي بيسير طبعا على الطريق الصحيح وبرده مع التدعيمات عايز اقول لحضرتك كمان الاهلي هيكون شكل تاني. في كمان اكتر من اسم ان شاء الله باذن الله. مش عايزين نتكلم في الموضوع ده دلوقتي غير لما الفريق طبعا يرجع باذن الله من تونس ولكل حدث حديث باذن الله طبعا. هل الاهلي قادر على تخطي عقبه نادي الترجي ان شاء الله؟ الماتش هيبقى صعب يا كابتن احمد يعني صعب. خلينا طبعا طبعا الماتش هيبقى صعب كمان وبحضور كمان ان طبعا نادي الترجي طلب 5000 حضور جماهيري طبعا والكلام ده مش من دلوقتي او مثلا مش من ساعه او ساعتين. لا الكلام ده من الصبح طالع تمام. احد الزملاء قال مع حضرتك ان طيب استاذ اسلام معايا الاستاذ عبد الرؤوف الحنطور طبعا مراسل البرنامج. اهلا وسهلا استاذ عبد الرؤوف. الو كابتن احمد تحياتي لحضرتك يا كابتن احمد وتحياتي لضيفك الكريم. كابتن عبد الرؤوف كلمنا كده معلش في مباراه ميجا سبورت طبعا كان بعض الاشخاص عدوا على معلق المباراه والمراسل. اشرح لي بقى الوضع كان ماشي ازاي. الو طبعا يا كابتن احمد احنا كنا موجودين في احداث مع احداث المباراه مباراه ميجا سبورت وباشيكو. حصل احداث يا كابتن احمد تعدي المدير الفني كابتن مصطفى مرعي على الكابتن حسن صبري والمعلق حسن علي بالالفاظ غير السوقيه وحصل ولكن ما فيش تعدي بالضرب يا كابتن عروف. كابتن محمد العتباني في احداث المباراه كابتن الو كابتن احمد حصل تعدي بالضرب في المدرجات في مدرجات الملعب في المدرجات حصل الحكم عمل ايه بقى الحكم حسن علي الحكم عامل ايه؟ الحكم اخذ قرار بايه؟ تقرير الحكم تقرير الحكم لا الواقع ما عملش حاجه يا كابتن احمد. نزل قوات اخذ قرار يا كابتن احمد ان في احتساب ركله الجزاء لفريق ميجا تراجع عنها في وجود اللعيبه او الجهاز الفني لنادي شيكو. نزل ارضيه الملعب يا كابتن احمد وده ممنوع ان المدير الفني ينزل ارضيه الملعب. تمام. طيب الامور يعني سمعنا ان طبعا رئيس النادي خد المدير الفني وراح صالحه هذا المعلق الرياضي تمام اللي هو حسن علي وفي نفس الوقت يعني خلاص الامور هديت تمام كده؟ تمام يا كابتن احمد تمام الامور هديت بعد نزول يا كابتن احمد قوات الامن الخاصه وقوات الشرطه المصريه نزلت ارض الملعب وتمكنت من المدرجات. شكرا جزيلا استاذ عبد الرؤوف الحنطور طبعا مراسلنا من محافظه الدقهليه. الحقيقه الدوريات الاقسام طبعا جداً طبعا جداً صعب جدا ضرب نار تحت طبعا يا كابتن احمد. لا ونتمنى ان والممتاز بيه برضه على اخر صفاره هنعرف مين اللي صعب طبعا طبعا. لا وفي كمان انديه كمان يعني عايز اقول لك صعبه بسرعه الصاروخ طبعا. انا بحيي طبعا من خلال حضرتك نادي بورتو طبعا عاملين موسم هايل جدا. شرق الدخان برضه عاملين موسم هايل جدا. في انديه بجد يعني انا اتمنى بس مش عارفين بقى هل بورتو هيصعد ولا الشرقيه مش عارفين. بالظبط يا ريتنا اعرضوا الصور سريعا كده عشان برضو ايه كابتن بالنسبه للترجي التونسي طبعا فريق قوي طبعا فريق قوي فريق كبير جدا طبعا. يكفي كمان يا كابتن احمد طبعا دي اختبارات في مدينه بلبيس محافظه الشرقيه يوم الخميس 17/6 ان شاء الله بقياده الكابتن راضي السعيد طبعا. ده مش لا هاتوا لي الصور مش هعرف على كده بعد اذنكم. ده لاعب موهوب جدا احمد فرجاني من محافظه اسيوط لعيب مميز جدا جدا وبيقولوا ده فرجاني الساسي اللي جاي جديد ان شاء الله باذن الله. يا ريت تبعتوا لنا الولد ليه فيديوهات قيمه جدا. بلاش بقى موضوع فرجاني قوي. الساسي ده كابتن احمد شوف لي حد تمام. الاستاذ احمد عبد السلام العربي المعلق الرياضي طبعا الجميل
طبعا جهاز كفر الدوار اللي طبعا بشق الانفس طبعا ضمن البقاء في دوري القسم الثالث بقياده محمد عبد الوارث. دي فرحه طبعا البقاء. وطبعا يعني كفر الدوار كان بينافس الموسم الماضي ده الكابتن طبعا احمد عبد المطلب ده مدرب عام نادي بور فؤاد واللي صعد بنادي بور فؤاد ليه الممتاز به ده برضو احمد فرجاني لعيب جيد جدا. ده اللاعب عبد الله حسن لعيب موهوب جدا تم انضمامه لقطاع الناشئين نادي المصري اف سي ممتاز به. نادي غازي كف الدوار الفريق المحترم شعار النادي المصري طبعا سلوم اللي هو الاف سي صار حديثا الممتاز به. دي الاختبارات اللي كانت مقامه على ملعب المؤسسه العماليه بشبره وكان في يعني عدد لا باس كويس به. جدا حاجات كويسه عدد حلو جدا لسه في البدايات كمان لاعب موهوب جدا مواليد 2006 تم انتقاؤه من الاختبارات وتم توقيعه عظيم على وجه سرعه. لاعب مميز جدا جدا نتمنى يطلع لنا بقى نماذج زي كده. مميز جدا برضو من احمد عبد الخالق السيد دكتور جمال طبعا الدكتور خالد الجمال طبعا افرز لاعبين جديدين كابتن اكرامي مصطفى المدربين المحترمين كابتن طارق يوسف طبعا الدكتور خالد الجمال عامل شغل كويس طبعا بنبارك له يا كابتن اسلام طبعا طبعا فريق 2005 يعني مسك ال 2005 في نادي المصري في سي حلو جدا ومن الشخصيات المحترمه جدا اللي عامل طفره جيده طبعا مدرب كبير ومدرب عظيم احنا بنتمنى له برضه من خلال حضرتك كل التوفيق طبعا للنادي المصري السلوم نتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا نشوف فرق صاعده كمان زي المصري السلوم برضو الفتره اللي جايه باذن الله. عايزين يعني طول ما انت بتقوي الاقسام اللي تحت الدوري الممتاز أكيد طول ما انت هتفرز دوري قوي جدا الفتره اللي جايه وده اللي احنا نتمناه كابتن احمد. نتمنى كمان الانديه الشعبيه تطلع بقى اللي هو المنصوره والشرقيه نتمنى والله ان المنصوره طبعا الأندية دي مهمة جدا يا كابتن أحمد بتدي كمان رواج للدوري المصري طبعا يعني كمان لما يكون عندك أكتر من نادي جماهيري لا بالعكس كمان بيدي محتوى جيد كمان بره كمان على في الوطن العربي. نتمنى الإسلام في يعني الأندية الشعبية الجماهيرية دي طبعا يتعرضوا لنا الفيديو اللي هو بتاع أكاديمية المقاولين العرب بدمنهور عاملين شغل جيد جدا أدوات محترمة ملعب جيد نادي المقاولون العرب أكاديمية معتمدة حاجة كويسة في البحيرة بقيادة الكابتن رضا الطباخ والكابتن مروان بلال عاملين شغل كويس جدا في محافظة البحيرة وبالأخص بمدينة دمنهور كابتن إسلام بالفعل. يعني شكل كويس وفي لاعبين جيدين تم طبعا يعني تسويقهم لأندية الدوري الممتاز في نظام يا كابتن أحمد في نظام جدا وفي كمان يعني مش الأعداد كمان تحس إن هي كبيرة قوي والشغل بتاع المدربين واضح يا كابتن وشغل المدرب كمان واضح بالفعل زي ما حضرتك بتقول تليق كل كمان مدرب واخد جزء كده كمان وشغال معاه لا أو لأ صراحة يعني بتثني ثناء حسنا على هذه الأكاديمية أكاديمية محترمة بقيادة الكابتن نتمنى إن شاء الله يطلع أكتر من إن شاء الله طبعاً. قبل ما أختم معاك تتوقع نتيجة المباراة قبل بس ما تختم معاك كابتن أحمد فضل. عشان بس اتفضل ضيف حضرتك اللي كان متواجد طبعا استاذ محمد مجدي طبعا مع احترامي ليه طبعا زميل عزيز علينا بس هو ذكر ان مفيش مخالفات لمجلس المستشار مرتضى منصور. لا عايز اقول لحضرتك انا بس هديك حاجه بسيطه ان في مخالفات ماليه كانت جسيمه جدا يكفي بس الحاجه الوحيده اللي انا بس عايز اتكلم فيها مع حضرتك عشان وقت البرنامج بس يا استاذ اسلام حاجه اخيره بس طيب توقعك لمباراه الاهلي لسه ده هنشوفه ان شاء الله في القريب العاجل توقعك لمباراه الاهلي والترجي التونسي في مباراه السبت ان شاء الله كام الماتش؟ لا انا اتوقع ان الاهلي ان شاء الله مش هيرجع خسران زي ما قلت لحضرتك كام كابتن اسلام؟ الاهلي هيرجع لو ما 3-1 بس الاهلي هيرجع متعادل لا الاهلي ان شاء الله باذن الله لو ما فاز هيرجع متعادل زي ما قلت لحضرتك وهيتخطى باذن الله هنا وهيعمل نتيجه كويسه جدا ان شاء الله ما تقلقش على الاهلي يا كابتن احمد مع جمهور الاهلي فريق كبير وفريق عظيم طبعا وانت عارف ان انا بتمنى له كل خير بالرغم ان انا زملكاوي ولكن الاهلي طبعا حاجه محترمه لا انت فير يا كابتن احمد لما بتكون على هوا بجد بتكون فير جدا شكر خاص في المجال الرياضي يا كابتن اسلام طبعا احنا
اتمنى باذن الله ان الاتحاد المصري طبعا بقياده الكابتن احمد مجاهد الفتره اللي جايه باذن الله يدخلونا بقى في حاجات في تطور اكتر زي ما الفار والكلام ده كله. نتمنى ان شاء الله باذن الله ان المجلس الموجود يسير بخطى ثابته ان شاء الله لقدام. وطبعا الله. حاجه اخيره طبعا فضل. عايز اشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا على المجهود واللي واضح على ارض الواقع طبعا والمنشئات كمان اللي بتتعمل على ارض الواقع حاجه حقيقيه. وطبعا بشكر طبعا بشكر جمهور النادي الاهلي طبعا اللي دايما دعم وسند لفريقه في اي وقت بيكون متواجد فيه. وطبعا بشكر حضرتك حبيبي وكل تيم الصحه والجمال بجد ان انا بكون مبسوط وانا موجود طبعا في نهايه هذه الفقره احب اشكر ضيفي الكريم العزيز الاستاذ اسلام محمد الناقد الرياضي. طبعا قبل ما اختم بس تنويه هام، لا الغاء لمواليد 2002 و2004 و2006، ما فيش الغاء لهذه المواليد. المواليد دي هتلعب دوري ان شاء الله باذن الله للموسم الجديد، اما الدوره التنشيطيه دي للمراحل الفرديه فقط لا غير، عشان ما بقاش فيه لبس ما بين الناس بس تبقى فاهمه عامله ازاي. ان شاء الله انتظرونا يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعه 12 وبرنامجكم برنامج ملاعب بلدنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.